العالم على مشارف أول أزمة طاقة حقيقية. تحذير جاء على لسان رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، أكد أن 20 مليار متر مكعب فقط من طاقة الغاز الطبيعي المسال الجديدة ستطرح في السوق العام المقبل، ورجح أن العالم سيظل بحاجة إلى تدفق النفط الروسي بمستوى يتراوح بين 80 و90% لتلبية الطلب، وذلك حتى لو تم تحديد سقف لأسعار النفط الروسي بهدف تقليص دخل موسكو، إذ من المتوقع أن يزيد استهلاك النفط بما يقارب 2 مليون برميل يومياً العام المقبل. ومع ذلك أشار بيرول إلى أن أوروبا ستكون قادرة على اجتياز هذا الشتاء مع بعض الأضرار السطحية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما أكده وزراء الطاقة الأوروبيون خلال مشاورات تم إجراؤها في لوكسمبورغ بهدف التخفيف من تداعيات تقلبات أسعار الطاقة. حافظت أوروبا على وحدتها في وقت الحرب كما نجحت في تأمين إمدادات الغاز لهذا الشتاء. الأسعار في انخفاض كذلك، وبالتالي أعتقد أننا قادرون على التوصل لاتفاق على حل وسط بشأن خفض تداعيات أزمة الطاقة. إنه مؤشر إيجابي للمرة الأولى منذ أغسطس من هذا العام تجاوزت أسعار الغاز في البورصة الهولندية 100 يورو. إنها رسالة لروسيا. آمل أن يدرك فلاديمير بوتين أن سلاح الطاقة الذي أراد استخدامه ضدنا سينقلب عليه لاحقا. وبغض النظر عما قد يترتب عن أزمة الطاقة من خسائر، ترى وكالة الطاقة الدولية أن الأزمة الحالية قد تكون نقطة تحول في تاريخ اقتصادات العالم، إذ ستشكل محركاً يدفع بالدول إلى تسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتشكيل نظام طاقة آمن ومستدام. ووفقاً لتقديرات الوكالة، سيزيد إنتاج الطاقة المتجددة ما يقرب من 400 جيجاوات بحلول نهاية العام الجاري، وهو ارتفاع بمعدل 20% بالمقارنة مع السنة الماضية.